principalement le gouvernement algérien. بشراكة مع برنامج أمم المتحدة الإنمائي الذي تربطنا به عقد شراكة منذ سنة 2019، ننظم مجموعة من الدورات التكوينية تهدف إلى تعزيز قدرات القطاعات الوزارية وكذلك كافة أطياف المجتمع المدني في مجالات متعددة لها صلة بتكريس الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحة. Pas moins de 17 experts du PNUD seront en consultation et en échange avec les experts algériens sur la thématique de la bonne gouvernance. C'est donc une opportunité d'apprendre, d'échanger sur les bonnes pratiques, sur les leçons apprises à travers le monde. Il faut rappeler que la corruption à travers le monde, l'estimation des coûts financiers est de 2600 milliards de dollars. لما نتكلم على تنظيم الدولة والحكومة الوطنية وكذلك الاقتصاد الوطني، هذا يدخل في خضمه أيضا محاربة هذه الظواهر السلبية، ليس فقط الفساد. الفساد تهريب، كل ما هو تضخيم فواتير، كل ما هو عوامل مضرة بالاقتصاد الوطني وسلوكات سلبية في الوطن لتنخر هذا الاقتصاد، ولكن هي سببها الكبير هو مصدر بشري.